بداية نرحب بالقناة الموصلية، القناة السباقة، واللي قناة تعاني معاناة وتقدم المعاناة لأهل الموصل كافة. احنا بالنسبة لأصحاب المعارض كافة اللي حاليا من بعد معركة التحرير وتحررت الموصل بجهود الأبطال من القوات المسلحة والقوات الأمنية، أدعو كافة الأخوة البياع الشراية بالمعارض أن يكون التواجد مالهم باستمرار، يعني من الصبح مثلا إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب، حتى تكون حركة البيع والشراء مستمرة ويكون الناس على تماس وعلى باستمرارية ويا كافة المواطنين. أما بالنسبة لحركة البيع والشراء بهذه الظروف هسه حاليا ما شاء الله جيدة جدا ومستمرة، وأكو بيع وشراء وحركة طبيعية. المرور ما مفتح حاليا، بس أكو مسألة هي شغلة الضمان، أولا العقد بالمعرض، ثانيا الشهود، ثلاثة الوكالة اللي هي من صاحب السيارة أو مالك السيارة يعمل وكالة للمواطن المشتري يثبت حقه بها. طبعا جيت أبيعان. أي نعم. شو شفت السوق؟ والله حاليا بوقت الحاضر مو هذاك السوق اللي موجود. ما هذاك السوق؟ أي. زين التحويل ما سيارتك شلون هسه؟ شلون تحولون؟ إذا بعد سيارتك شلون تحول أنت؟ والله تحويل هسه حاليا ماكو تحويل، بس مجرد وكالة. وكالة؟ أي نعم. زين الوكالة هسه باسمك السيارة أنت يعني؟ أي نعم. زين هسه اللي ما باسم السيارة شلون هاي بالحالة؟ بهاي الحالة لازم يكون عنده شهود. عنده شهود؟ من المعارضة. أي نعم. يشهدون إنه هاي السيارة. زين دائرة المرور هسه تسوي وكالة مرورية؟ لا لا. ماكو. زين شو طالبوا من مديرية المرور أنتم؟ والله إنه ترجع دائرة المرور يرجعون. على الأقل دائرة المرور بس أهم شيء حتى تمشي لنا شغلنا شغل السيارات. زين المعارضة سيلا أي وقت دا تبقى مفتحة؟ والله هي حاليا الساعة تقريبا بال 12 بالوحدة تنتهي المعارض. زين ما المفروض أن تبقى تتأخر؟ أي نعم المفروض هي تبقى لي الساعة 9 بالليل 10 بالليل مثل ما كانت سابقا. أي نعم. نعم والله أنا أول شيء هاي المعارض إحنا يومية جايين يعني نبيع ونشتري، هاي وحدة. اثنين بخصوص يعني أنتوا جايين المود المعارض البيع والشراء وتشوفون الحركة ومال يعني مالت أهل الموصل. إيه وبهاي المناسبة استغل هاي الفرصة الوا يعني الناشد رئيس الوزراء والناشد وزير الداخلية بخصوص المفصولين أهل الشرطة. لحد الآن ماكو كل شيء ولا واحد منهم رجع. ونتمنى من قائد العمليات ونتمنى من رئيس الوزراء بحيث ينظر إلينا، يعني إحنا ولده يعني ما يصير يعوفنا، خلي يسوينا يعني شلون تقول حالنا حال بقية المحافظات. بالنسبة للبيع وشرب المعارض تعد تصير مشاكل لا تحصى ولا تعد. ليش؟ دائرة المرور ماكو دائرة مرور بالموصل. اللي صار إنه أجل من سنة وكسر من تحررت الموصل لحد الآن دائرة المرور ما فتحت. أنا من خلال قناتكم الموصلية أطالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإعادة منتسبي المرور نينوى اللي باقي حدود تقريبا على علمي 500 واحد تقريبا. هذولا إذا ما يرجعون للمرور حركة المرور بالموصل ما تشتغل. قبل فترة أعلن مدير المرور عن نعم 500 نعم 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 على وجبات، بس هسه بالوقت الحاضر على أساس هم يعني انطرح الموضوع هذا على أساس 1/8، ونحن نطالب من مدير المرور ان يلح الحكومه المركزيه بافتتاح مديريه المرور. يعني اذا صار عندنا مشاكل الوكالات التحويل البيع الشراء ما تدري، هذا يجي ساجه جاب له سنويه باسم فلان ابن فلان تحقق السنويه مضبوطه، شو من تحت الليل سنويه مزوره، صاحبه ما موجود، صاحبه خارج العراق، صاحبه داعشي. يعني اذا تحدث مشاكل حيل عندنا والمشاكل ما تنتهي ولا الى ما تفتح دائره المرور. اسعار السيارات شلون؟ اسعار السيارات والله كم حسب يعني حسب نوع السياره، بس على ارتفاع بس بيع وشراء واقف بصراحه. يعني البيع مالكم هسه بالنقد بس لو اكو فقد؟ والله اكو فقد واكو نقد، بس البيع واقف ليش؟ لان المرور ماكو، الناس تخاف تشتري، تقول لك انا حاشتري سياره من هذا اليوم اخذ فلوس واطلع على الخارج. انت شو طالب من مديريه المرور؟ انا طالب مديريه المرور اولا اعاده جميع منتسبي مرور نينوى، هذول تعبوا وضحوا وما لهم كل ذنب، ناس خدميين وقاعدين بدائرتهم يرجعون الى دوائرهم واصحاب عوائل. والمرور اذا ماكو مرور بالموصل يعني ما عندنا، خلينا نقول الشوارع ما تعتبر كغابه، ورجل المرور لازم ان يقدر ويحترم، لانه شوف بالشتاء تحت المطر وبالصيف تحت الشمس اللهابه.